ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق سبحانك فقنا عذاب النار.
قاری صاحب کو گاتے نہ چاہیے سبحان اللہ کہنا چاہیے اتنے دور سے آئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ماشاءاللہ سنیما گئے تو مہمان نواز ہے ماشاءاللہ اور اکثر ساتھی بہر جا رہے ہیں اسے درخواست ہے کہ بیٹھے رہے اس کے بعد مصر کے بڑے قاری صاحب تشریف فرما چکے ہیں جزاک اللہ ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع